هناك أكثر من 70 دولة أعلنت استعدادها لدعم المغرب ولمساندته، فقط نحن نريد أن تمر الأمور بشكل منظم، لا نريد مساعدات هكذا بشكل ده. جميع المساعدات نحن مستعدين نقبلها، ولكن نريد الأمور أن تكون منظمة ومضبوطة. نريد الأولويات أولا، فإحدى الأولويات التي أكدنا عليها هي إنقاذ الضحايا من تحت الطرب، وهكذا قدمنا 4 دول، الإمارات وقطر وفرنسا وعفوا وإسبانيا وبريطانيا، بعثوا لنا المتدخلين من أجل رجال المطافي الدفاع المدني من أجل إخراج الجرحى وكذلك. ثم ندرنا أن هناك لجنة تدرس ما هي الأولويات المطلوبة، ونتجه إلى الدول التي اقترحت علينا ما هو مطلوب حتى تمر الأمور بشكل منظم ومضغوط، ولا فقط أن نقبل كل شيء وفي الأخير نجد نفسنا في كثير في فوضى أو في عرمرة من الأشياء دون حلها. لهذا نضبط الأمور شيئا فشيئا ونحقق. ما هي الأولويات إذن التي تحتاجها المغرب الآن؟